انا اعتقد ما تبقى هي توصيات، ستتم عمليه توصيات لاجل انهاء الرئاسه بتوصيات للمشروع الامريكي. هذه التوصيات طبعا بلا شك تريد منها امريكا ان تقف على خطه ما بعد الامن، خطه الامن ما بعد ما في غزه ما بعد توقف اطلاق النار. الهدف هل ان هناك غزه بحماس مسلحه؟ طبعا لا، غزه بحماس غير مسلحه او غزه تماما بغير حماس. هذه هي الخيارات التي تدرس ابتداء، ثم الجميع يتفق على ضروره عوده السلطه الفلسطينيه الى غزه واعمار غزه. هذه الملفات التي يراد بحثها، ولكن ابتداء أين تكون حماس وحزب الله في جنوب لبنان بعد توقف اطلاق النار؟ هذه الإجابة التي لم يحصلوا عليها ابتداء من نتنياهو. ماذا يريد نتنياهو في ماراثون الصراع هذا الذي فتحه مع حماس وحزب الله وفصائل المقاومة؟ هذا الإجابة لا زال نتنياهو يطمح وسقف طموحاته عالي، وبالتالي الجميع ينتظر إلى أين يريد يصل هذا الرجل. ولكن في نهاية المطاف أعتقد هناك اتفاق مبدئي لدى نتنياهو ولدى حتى السلطة الفلسطينية والدول العربية المحيطة وأمريكا والغرب أن لا بقاء للتوتر والمقاومة، وأن الخيار الوحيد هو في التفاوض وقيام الدولتين وبداية حياة جديدة في الشرق الأوسط بعيد عن التوترات. هذا هو الطموح العام حتى أن تنجلي غبرة هذه المعركة. وأعتقد أن إيران واحد من المفاتيح التي سوف تعاني كثيرا من ضغط دولي وأقليمي لأجل أن لا تعود مرة أخرى تثير دعم القلق في المنطقة.